لماذا يحذر بعض العلماء من السماع للشيخ الشعراوي؟ الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله لنا وله في أمره تفصيل ولا بد. الشيخ الشعراوي رحمه الله وغفر له خرج في حقبة من الزمن كان فيها إلحاد له شوكة في بلاد مصر، كان ثم إلحاد وكان لأهله شوكة في بلاد مصر، فكثيرا ما كان يتكلم على توحيد الربوبية، فنفع الله به في هذا الباب نفعا كبيرا، وأحبه كثيرون جدا من الناس لأنه يحارب الإلحاد في هذا الباب، وهذا شيء حسن بلا ريب، فدلل كثيرا جدا على توحيد الربوبية، ذلك التوحيد الذي كان يشحده أهل الإلحاد. بعد فإن الشيخ رحمة الله عليه وغفر له اتجاهات صوفية معروفة، وقل استدلاله جدا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف الصالح كابن عباس وكابن مسعود، فنادرا ما تسمع منه قال رسول الله، وإذا سمعت منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزء منه صحيح وجزء منه أغلبه ضعيف. أما نقولات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكاد لا تذكر في كلامه، فالمنقبة له رحمة الله تعالى عليه في ناحية محاربته للإلحاد وتقريره توحيد الربوبية أمام أناس كانوا يجحدون رب العباد سبحانه وتعالى، فجعل فترة من العلماء وحارب الإلحاد حربا قويا فيشكر على ذلك. الاتجاه الصوفي والاتجاه إلى التصوفات وبعض مسائل الاعتقاد فيها خلل تترك له في هذا الصدد، لكن من الناحية الحديثية كنظرة أهل الحديث قل جدا أن يذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته، ونظر أن يقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، وورد في كلامه حديث ضعيف كحديث مثلا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، والحديث العلم لا يعتمدونه بحال. فهذا ما أخذ عليه والله أعلم، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه ويتجاوز عن سيئاته. فلا بد في أمره من التفصيل، لا بد في شأنه من التفصيل.